بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأقل عثراتنا، وخذ بأيدينا إليك أخت الكرام عليك. كلنا بما كنت به لأوليائك، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ويسر لنا يا رب العالمين، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين. وما زلنا في شروط الولي والشاهدان في عقد النكاح، وقلنا أن شروط الولي والشاهدان في عقد النكاح: أولا الإسلام، وتكلمنا على هذا الشرط، ووقفنا على قوله والثاني من الشروط الستة البلوغ، أي في الولي والشاهدين. كما علمت من أن كلام المصنف عام في الولي والشاهدين، وإن اقتصر الشرح بالتفريع على المفاهيم، لأن في المفهوم يعني النص كلام المصنف يقول إيه؟ والبلوغ والعقل. يجي هو الشارح يعمل إيه؟ يقول لك والبلوغ، الشارح يقول فلا يكون ولي المرأة صغيرا. طب وفين الشاهدين؟ يبقى مفهوم كلامه في الولي بس، في حين ان مقصد المصنف في الولي والشاهدين. فهمت كلام بقى ايه المحشي؟ فمفهوم كلام الشارح اللي هو ابن قاسم تعليقا على كلمة البلوغ قال فلا يكون ولي المرأة صغيرا، كلامه في الولي، في حين ان البلوغ برضو اشترط ايضا في الشاهدين. علشان كده بيقول ايه؟ والبلوغ أي في الولي والشاهدين، لما علمت من أن كلام المصنف عام في الولي والشاهدين، وإن اقتصر الشارح في التفريع على المفاهيم في قوله فلا يكون ولي المرأة صغيرا، كان حقه يقول فلا يكون ولي المرأة ولا شاهدي العقد إيه صغارا، ثم تمشي. أي لأن الصغر، إيه سبب بقى أن الصغر يمنع الولاية والشهادة؟ يسلب العبارة. أما الواحد يقول عبارة وما يوفيش بيها، الناس يقولوا له إيه؟ تعيل. يبقى العيل الصغير ده مسلوب العبارة، ما يعرفش يوعدك بحاجة ويؤديها، لا يملك أن يؤدي ما وفى ما وعد به، لأن الطفل مسلوب العبارة. واضح؟ لأن الصغر يسلب العبارة. وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضا، لأن الصغير ليس أهلا للشهادة، لأنه الواد الصغير ده مشوش، قاعد يلعب ويلتفت هنا ويجري هنا ويعمل هنا، واد إيه؟ مشوش، فمش أهل للشهادة. الشهادة عايزة واحد يركز ويشوف طرفي العقد، ويسمع العبارة اللي بتتقال، وهل العبارة صحيحة ولا لأ، ويتثبت. الحاجات دي كلها مش من أخلاق الأطفال الصغار. والثالث أي من الشروط الستة العقل، أي في كل من الولي والشاهدين، لأنه ممكن يبقى مسلم وبالغ لكنه مش عاقل، فلازم برضه يبقى كمان عاقل.
والعقل ضد الجنون والسفه والخبل، واخد بالك، والزهايمر، الامراض اللي بتصيب الناس في الكبر، كل الحاجات دي تؤثر على العقل، او بعض الامراض اللي تم تحول بينه وبين عقله، زي الامراض اللي تؤدي الى التوهان، زي قرب الغيبوبه الكبديه تلاقي ماشي تايه، مش عارف ليل من نهار ولا ظهر من عصر، ويجي يقرا الفتحه يتلخبط. كل ده يزول. يبقى ده ما ينفعش في الحالات دي انه يبقى ولي ولا يبقى شاهد في عقل. والثالث اي من الشروط قوله العقل، اي في كل من الولي والشاهدين، وان برضو اقتصر الشارح التفريع في التفريع كما علمت اولا وثانيا. قال فلا يكون ولي المرأة مجنونا، كان حقه يقول فلا يكون ولي المرأة ولا شاهدي العقد ايه مجنون، واخد مصابين بالجنون يعني، او مجانين لو عايز تجمعها. وليه المجنون سمي مجنون؟ لان الجنون جاء من جنة، والجنة يعني ستر، اي ستر عقله بالمرض فسمي مجنون، يعني مجنون مستور، اي مستور العقل، ده المجنون. عشان كده الجني سميناه جني. ليه؟ لانه مستور عن الرؤية، احنا ما بنشوفهمش فيبقى جن. والجنة سموها جنة علشان مستورة بالاشجار والاغصان والنباتات فسموها جنة، واحنا نصغرها في مصر نقول عليها ايه؟ جنينة، اللي هي جنينة، تصغير جنة، نقول للعيال تعالى نروح الجنينة، اللي هي جنينة، واخد بالك؟ فهي تصغير جنة برضه لغة العوام. وكذلك الجنين سمي جنين عشان مسطور ببطن أمه، مش شايفين، وهكذا. فتلاقي كلمة إيه؟ جنة دي جاية من الستر، وليها بقى يعني أنواع كتيرة. والمجن، المجن اللي هو الترس اللي كانوا إيه؟ يتترسوا بيه، يعني يستر بيه جسمه علشان ضربات ايه السيف، وهكذا. يعني تلاقي اللغة كلها متآلفة في ايه؟ في الكلمات المنبثقة من اصل واحد، تلاقيهم كلهم مجتمعين على معنى واحد قريب. جندي، لا جاية ما فيها الجيم والنون، لان الجندي بيبقى ساتر جسمه بلبس الجندية، واخد بالك، لبس الحرب. وما انت بنعمة ربك بمجنون. سيدنا محي الدين من العربي له تفسير لطيف فيها، يقول لك وما أنت بنعمة ربك بمستور عن الغيوب، واخد بالك، يعني كأن الله يدفع عنه ذم الذام، وفي نفس الآية يبين أنه يوحي إليه بالغيوب فلم يستر الغيوب عنه. فيبقى الآية واحدة فيها نفي ذم عنه، وفي نفس الوقت نسبة كمال له في العلوم في آية واحدة. فدي من لطائف تفسير سيدنا محي الدين بن العربي رحمه الله. فلا يكون ولي المرأة مجنونا، أي لأن الجنون يسلب العبارة. طبعا المجنون ده يبقى بيهزي، يقول كلام مش فهمه. وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين، لأن المجنون ليس أهلا للشهادة برضه، لا ده أهل للعبارة اللي هو الولي، لأنه حيوجب أو يقول صيغة العقد، ولا الثاني أهلا للشهادة لأنه حيضبط ما يقال وما يحدث أمامه. ومثل المجنون بقى في الحالة دي إيه؟ اللي هو ما يضبطش العبارة، الأخرس، ما هو الأخرس ده ما بيتكلمش. ما احنا قلنا المجنون لا يضبط العبارة. والأخرس كذلك لا يعبر أصلا بالكلام، مسلوب العبارة لعدم القدرة عليها، وإن كان ممكن يبقى عاقل، ممكن يبقى بالغ ويبقى مسلم كل حاجة، لكنه ما عندوش عبارة. والمجنون ومثل المجنون الأخرس الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة. الأخرس نوعان، في أخرس له إشارة مفهمة فإشارته كأنها كلام، وفي أخرس ثاني ليست له إشارة مفهمة، كويس، أو ده يبقى حكمه كحكم المجنون، ده مسلوب العبارة بالكلية.
ممكن يبقى في اخرس ليست له اشاره مفهمه لكن يعرف يكتب، فيكتب مراده فتعرف تقرا وتفهم هو عايز يقول ايه. انما الاخرس اللي هو في العقد الزواج الذي لا يصح به، الذي ليس له اشاره مفهمه وليس له كتابه مفهمه، فيزوج الابعد. في الحاله دي نعمل ايه؟ لو كان الولي هو الاخرس الاقرب يبقى الابعد ابوها اخرس، الاقرب بعد الاب ايه؟ الجد ابو الاب. طب ما فيش الجد ابو الاب، في ابو ابو الاب، ناخد ابو ابو الاب. طب ما فيش دول ماتوا، ناخد الاخ الشقيق. ما فيش الاخ الشقيق، ناخد الاخ لاب. ما فيش الاخ لاب، ناخد العم الشقيق. ما فيش العم الشقيق، ناخد العم لاب. ما فيش العم لاب، ناخد ابن العم الشقيق. كويس. ما فيش ابن العم الشقيق، ناخد ابن العم لاب، وهكذا. ادي معنى الابعد، يبقى نترك الاقرب ونروح للابعد. الابعد لا. كويس. يعني طلع الاب اخرس وليس له اشاره مفهمه ولا كتاب مفهمه، والاخ كذلك والعم كذلك، يبقى ناخد مين اللي عليه الدور بقى؟ عيله قرص. نعمل ايه؟ معلش، قدر الله. فالحمد لله الذي ايه علمنا الكلام، علم الإنسان ما لم يعلم. وعلشان كده بيقول لك في الحالة دي يعمل إيه؟ فيزوج الأبعد، الأبعد في ترتيب الولاية يعني. الأبعد في إيه؟ في ترتيب الولاية. لأن الأولياء دول كأنهم واقفين صف كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده. الأب واحد، الأخ اتنين، العم ثلاثة، ابن العم أربعة، وكل واحد من دول نفكه. الأخ في شقيق وفي أخ لأب، والعم شقيق وابن ولأب، وابن العم شقيق، يعني واقفين طابور. خدت بالك؟ يبقى ناخد الأبعد على طول في الحالة دي. فيزوج الأبعد حينئذ. إيه حينئذ؟ حينئذ يعني حينئذ لا يتوفر الايه؟ الولي العاقب او المتكلم. فهمت بقى؟ كما تقدم في النظم، حيث قال في النظم اللي قريناه المره اللي فاتت: واخرس جوابه قد اقتفل. يعني ليه غير مفهوم العباره وغير مفهوم الكتاب. فان كان له النوع الاخرس الثاني، فان كان له اشاره مفهمه أو كتابة يعرف يكتب كلام يقرأ كذلك أو كتابة كذلك، فإن لم يختص بإشارته الفطنون. يشترط بقى إذا كانت إشارته مفهمة يفهمها كل واحد ولا يفهمها الذكي بس. إحنا عايزين إشارة يفهمها كل واحد عشان يتم العقد، مش يفهمها بس الناس الأذكياء. لا، ده عقد مهم. فهمت بقى ازاي؟ عشان ما يجيش في الاخر يقول ما كانش قصدي. ما ينفعش، ده عقد مهم. فإن لم يختص بإشارته الفطنون بل فهمها كل أحد، باشر العقد بنفسه في الحالة دي. لأن بقت إشارته المفهمة كأنها عبارة. واضح؟ كل الناس قاعدين فاهمين على طول. وإلا في الحالة دي، طب مالوش الإشارة إلا يفهمها الفطن بس النبيه، يبقى في الحالة دي يوكل واحد بيتكلم. واضح؟ وإلا وكل من يعقد بإشارة أو كتابة، وإن كانتا كنايتين. يعني الوكالة بالكتابة وبالإشارة كناية. فهمت؟ لأن الإشارة مش لفظ صريح. هو المنطوق ده لفظ صريح، طب والإشارة كناية. فهمتني بقى ازاي؟ فهو هيوكل بالكناية، لأن الوكالة تصح بالكناية والعقد لا يصح بالكناية. فيقوم يوكل، يقوم الوكيل يتكلم بالعبارة. فهمت بقى المسألة؟
وإن كانتا اللي هي الإشارة والكتابة كنايتين، لأنها غير منطوق بهما، ولا يباشر النكاح بنفسه لأنه لا يصح بالكناية، لأن عقد الزواج لا يصح بالكناية. فهمت كلام الشيخ بقى؟ عبارة مهمة تلاقيها مغلقة شوية لو قريتها بسرعة كده، لكن لما تيجي تفتحها تلاقيها اتفتحت. قوله سواء أطبق جنونه أو تقطع، يعني إيه؟ لا ولي المرأة والشاهدين ما ينفعوش يبقوا مجانين، سواء الجنون أطبق عليه إطباقا شديدا أو تقطع، يعني بيجيله أحيان ويفوق أحيان. كويس؟ يعني لو هو بيبقى مجنون أحيانا وبيخف أحيانا، لو عقر العقد في وقت الخففان التام يمشي. واضح؟ فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب. واضح؟ يبقى لو جاء عقد الزواج في وقت جنون هذا الولي القريب، يوم ينتقل الولاية للأبعد. واضح؟ دون زمن إفاقته الصافية عن الخبل. ما ننتظرش نقول استنوا ده الراجل ده أصلا بيتجنن 3 شهور في السنة وبعد 3 شهور بيبقى عاقل ومنأجل العقد. ده مفيش مشكلة، ننقل على طول للايه؟ للولي الابد. واضح؟ في ناس كده بيجي لهم جنون سيزونال. يعني ايه سيزونال؟ يعني ايه؟ يعني حسب الايه؟ فصول السنه، متعلق بفصول السنه. يبقى في الحالات اللي زي دي مش مهم ننتظر لما يفوق، لا، يعني اللي هو كان يقول عليها ايه الراجل في الاغنيه، عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي. ده في مرض كده فعلا اللي هو السيزونال مانيا، واخد بالك؟ في ناس كده. اهله عارفينه دي اسباب التجربه. ده انا اعرف اطباء اساتذه، انا اعرف اساتذه كده ذكاء خارق وفي مهنه ما فيش احسن منهم في مهنته، لكن هو بيجي له 3 شهور في السنه فعلا ياخد ادويه مانيا، يتعب يجي له كده. وتملي المرض ده ما يجيش الا للناس الاذكياء جدا اللي عنده ذكاء عجيب، بعد كده يفتح عيادته ويعمل احسن عمليه في الدنيا ويعملها على ارقى مستوى. فهمتني ازاي؟ لا خلاص، ما دي معروفه بالتجربه. ما احنا تمالك بيه، اصل هو احنا عايزين العقد لحظه العقد، احنا عايزينه هو وقت العقد بس، مش عايزينه طول مده الزواج. انا مادي، ما ممكن يعقد العقد ويقول بكره والعقد تم. فهمت؟ عايزينه لحظة العقد. دون زمن إفاقته الصافية عن الخبل، فيزوج الأقرب في زمن إفاقته. أهي كويس؟ المذكورة، لأنه هو الولي حينئذ. فإن لم تكن صافية عن الخبل، افرض زمن إفاقته ما بيبقاش فايق تاما، بيبقى أحسن صحيح، متحسن لكن ما خفش. لا بلاش بقى. فهمت؟ يبقى ايه؟ لازم يبقى ايه زمن الافاقه ده؟ افاقه تامه. لكن لو افاقه غير تامه ملناش دعوه برضه. فان لم تكن صافيه عن الخبل زوج الابعد. الابعد في ايه؟ اللي هو نجيب اللي في الصف، اللي واقف وراه في الصف على طول، اللي واقف وراه في الصف على طول. ومن ذلك يعلم ان مختل النظر بخبل في عقله لا يكون وليا يزوج الأبعد كما مر ذكره في النظم السابق. يبقى أي واحد عنده نوع من الخبل ومستمر معاه ده ما ينفعش يبقى ولي في عقد زواج طول عمره بقى، خلاص مالناش دعوة. واخد بالك؟ ها؟ كذلك طبعا هنا الولي والشهيد طبعا برضه. لا، ما مش شرط يستمر شهادته، لانه ممكن يموت برضه الشاهد بعد لحظه بعد العام. تصح. يعني لا يشترط ان الشاهد يفضل عايش طول ما عقد الزواج مستمر. يعني الشهود اللي شهدوا على عقد زواج انا ماتوا رحمهم الله، هل معنى كده ان الزواج بتاعي لازم اعمل عقد جديد بعد ما مات الشهود؟ لا، يستمر العقد على ما كان عليه. خدت بالك؟ والا كنت هدفع مهر تاني ويبقى مقلب. Ha ha ha.
وقعدت هدفع مهر باسعار اليومين دول بمصيبتين تبقى. الحمد لله على نعمه الشرع الشريف. والرابع اي من الشروط السته قوله الحريه اي الكامله، يبقى لازم كمان يبقى حر، ما يبقاش رقيق عبد، لان العبد ده ملوش تصرف في نفسه، هيبقى ليه تصرف في غيره اذا كان هو نفسه ملوش تصرف في نفسه، فلا يملك التصرف لغيره. نفهم من هنا ان ما ينفعش يبقى روبوت، واحنا بقى في زمن الانسان الالي ده بيفكروا يعملوا انسان الي في شكل هيئته انسان، يبقى لابس بدله وكرافته وانسان وماشي وعاملينه وبتيجي افلام بحيث انك انت ما تقدرش تميز ان ده فعلا بشر مش بشر، واخد بالك ازاي؟ ده ما ينفعش هذا الايه الروبوت ولو في صورة انسان كامل، يبقى لان ده عرفنا منين الحكم الروبوت؟ من العبد. شفت بقى دراسة احكام العبيد والرقيق مهمة عشان تعرف تتربى عندك الحس الفقهي اللي بيه تقيس لما يجي لك حاجة تانية. فهمتني ازاي؟ لان العبد كان يباع ويشترى ولا يملك التصرف في نفسه، والروبوت ايضا يباع ويشترى ولا يملك التصرف في نفسه، فهو رقيق كالرقيق بالظبط. والرابع اي من الشروط السته الحريه اي الكامله يقينا في كل من الولي والشاهدين، فلا يصح النكاح بمستور الحريه، يبقى مستور الحريه او ظاهرها بان يكون ببلد اختلط فيه الاحرار بالعبيد ولا غالب في الأول وغلب الأحرار في الثاني، نظير ما مر في الإسلام. يعني ما ينفعش نعقد العقد بواحد في بلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد وما غلبش الأحرار، أو في بلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد وغلب أحد الجانبين، ما ينفعش إلا ما تأكد إنه هو حر من الأحرار. واضح؟ لازم مبعض مش مبضع، مبعض يعني بعضه حر وبعض لكن لو مبضع جايب بضاعة يعني ما فيش مانع تبقى حلوة، هيخش علينا بهدايا هنفرح بيه طبعا. يقول لك قطر البضاعة. قوله فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، خد بالك قال في ايجاب النكاح، لكن الولي ممكن يبقى قابل، لان العبد ممكن يبقى قابل، ممكن يبقى عريس، ممكن اجيب واد عبد من عبيدي لو كان عندي يعني، واخد بالك، واجوزه. فهمت ازاي؟ والواد يقول قبلت، لكن ما ينفعش العبد يبقى موجب يقول زوجتك، ما ينفعش، لكن هو يقول قبلت يمشي، لانه يمكن ان يزوج نفسه باذن وليه العبد، لكن لا يمكن أن يزوج غيره ولو بنته، ولو بنته، لا بنته يجوزها مين؟ سيده اللي يملكه، لأنه هو يملكه ويملك بنته. فهمت بقى؟ فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، فلا يوجب العبد النكاح لا بطريق الولاية ولا بطريق الوكالة كمان، فلو وكله الولي فيه لم يصح. نعم يزوج المكاتب أمته، هذا سؤالك أهو، يزوج المكاتب أمته لأنه يزوج بالملك مش بالولاية. المكاتب ده اللي هو عبد بيشتري نفسه بأقساط، وسيده اعتبره حر، حرية معلقة بسداد القسط، فلما صار حرا حرية معلقة استطاع أن يشتري هذا المكاتب عبدا أو أمة، فله أن يزوج هذه الأمة هذا المكاتب بالولاية بالملك لا بالولاية. واضح؟ لأنه يزوج بالملك لا بالولاية. وكذلك المبعض أهو نفس السؤال، يزوج أمته التي ملكها ببعضه الحر لأنه يزوج بالملك لا بالولاية كالمكاتب، بل أولى لأن ملكه تام في بعضه الحر أولى من المكاتب كده، برضو المكاتب ملوش ملكية تامة، دي ملكية معلقة.
ولهذا تجب عليه الزكاة، تجب الزكاة على المبعض في ماله الذي اكتسبه في بعض ببعضه الحر. قول ويجوز أن يكون قابلا في النكاح، ويجوز الرقيق يبقى قابل في عقد النكاح، يقول قابل، فهمت؟ أي ويجوز أن يكون العبد قابلا في النكاح لنفسه بإذن سيده أو لغيره بالوكالة عنه. يبقى ينفع يبقى قابل لنفسه وقابل لغيره بالوكالة، كل ده بإيه؟ بإذن سيدي. لكن ينفع بإذن سيدي يبقى ولي؟ ما ينفعش، حتى ولو أذن له سيده، حتى لو وكله سيده. فهمت بقى؟ وهذه فائدة زائدة على كلام المصنف، لأن كلامه في الإيجاب فقط، بدليل أن السياق في الولي، فاندفع قول المحشي تبعا للقليوبي، وإرادة هذه المسألة على كلام المصنف غير مستقيم، لأنه ليس غرضه، وإرادة هذه المسألة على كلام المصنف ليس غرضه إرادة هذه المسألة على كلام المصنف، بل غرضه إفادة فائدة زائدة كما قاله الميدان. يعني بيقول لك لولا الزيادة اللي قالها الشارع في الحتة دي ما كانتش اتضحت الفرق بين العبد في حال إيجابه الذي لا يقبل، وفي حال قبوله الذي هو يصح. فهمت ازاي؟ فدي زيادة زائدة من الشارح ليبين غرض المصنف الذي لم يوضحه المصنف نفسه. واضح؟ قوله والخامس، أي من الشروط الستة، الذكورة، أي يقينا لازم اللي بيعقد عقد الزواج ده يبقوا رجالة، لازم. كويس؟ الولي يبقى راجل، والعريس لازم يبقى راجل طبعا، هزوجها ايه؟ بره مش لازم، بقول له يزوج الوقت الست للست. يعني ممكن بقى العريس ست؟ قاعد في الكنيسه. ده بره بقى يعملوا كده؟ ممكن يبقى العروسه راجل وقاعد في الكوشه. واخد بالك؟ ده دلوقتي الكنيسه بقت تزوج. ايه الشواذ؟ المسلمين ما يعترفوش بالكلام ده. ده كلام مسخره، حرام قطعا. فهمت؟ يبقى يشترط في عقد الزواج الذكورة يقينا، ما ينفعش خنثى كمان، لازم يبقى ذكر في الولاء، في الولي وفي الشهود وفي الزوج، لازم دول يبقوا ايه؟ رجالة. أي يقينا في كل من الولي والشاهدين، فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين. زي عقود البيع ممكن رجل وامرأتين يشهدوا على عقد بيع، لكن في عقد زواج لا. وقوله فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين، يبقى ما ينفعش المرأة ولا الخنثى تبقى ولية في عقد الشهادة، وإن كانت هي ولية برضه، هي ولية بس مش ولية. فهمت إزاي؟ عارف يعني إيه ولية؟ المصريين يقولوا على الست يا ولية. ولية ليه؟ عشان بتولول. يعني إذا أصابها شيء تقول إيه؟ تولول، تولول يعني تبكي وتلطم وتعيط وتعمل، فأسموها ولية عشان كده. وقوله فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين، أي ولا شاهدين أيضا، كمان ما ينفعوش. نعم، إن اتضح الخنثى بعد العقد بالذكورة تبينت صحة النكاح في الولي. الولي ده كان أخ الزوجة لأب أو الشقيق مثلا، والواد ده اتولد خنثى مشكل، لكن متربي انه راجل، بس هو لسه بيعمل تحاليل وشغال في التحاليل عشان نعرف ده راجل ولا ده ست. فجات اخته هتتجوز، فراح زوجها في الفترة قبل ما تبان التحاليل، فهمت؟ عقد عليها بالولاية، خلص العقد الحمد لله، اتصلوا بالتليفون مبروك انت طلعت راجل، صح العقد، مع انه لما عقد العقد كان مشكوك لسه فيه. واضح؟ بخلاف ما لو كان زوجا، لو كان زوج لازم يبقى ذكر يقينا في الحال، ما ينفعش يبقى خنثى مشكل ويتضح بعد العقد انه رجل. ليه؟ لان المعقود عليه يحتاط أكثر من إيه؟ القائم بالعقد. فهمت بقى إزاي؟
يبقى هنا الولي تختلف المسألة في الولي عن الايه الزوج في الخنثى المشكل. فنقرأ هنا كلام الشيخ بيقول ايه: فحتى لو كان الشاهدان بيقول نعم ان اتضح الخنثى بعد العقد بالذكورة تبينت صحة النكاح، ما نحتاجش نعيد العقد تاني. يعني معنى كده لو بنت التحليل قالوا انت انثى يبقى نعيد العقد تاني، واضح؟ تبينت صحة النكاح في الولي والشاهدين حتى لو كان الشاهدان خنثيين ثم بانا رجلين فالأصح الصحة ولا يرد، ما تعترضش بقى يعني في المسألة دي، ما لو عقد للخنثى أو عليه ثم اتضح بالذكورة في الأول وبالأنوثة في الثاني، عليه بالأنوثة في الثاني ليه عليه، حيث لا يصح لأنه يحتاط في المعقود عليه ما لا يحتاط في غيره كما مر. فهمت كلام الشيخ؟ واضح. قوله هو السادس أي الذي هو آخر الشروط الستة، السادس آخر الشروط الستة، العدالة. العدالة احنا نسميه يعني ايه؟ الديانة. راجل دين، راجل صالح، ساعات المصريين يقول لك عليه راجل طيب، كل دي اسمها العدالة. لكن الفاسق يقول ده راجل كذاب، ده ما بيركعهاش، ده راجل خاين، ده قمارتي بيلعب قمار، ده سكري، ايه ده؟ ده الناس حافظين اهي، الناس حافظين ايه العدالة على طول. أول ما يقول لك دين يبقى عدل، خلاص. انما تقول له ايه انا هتجوز بنت فلان يقول لك ده ابوها سكري، ده عمره ما دخل الجامع، ده هنا بقى ايه طعنه في العداله. فهمت بقى المساله؟ العداله هي لغه الاستقامه والاعتدال، وعرفا ايه تعرفها عرفا بقى؟ ملكه في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسه. يعني هو مش معصوم من الصغائر، ممكن يعمل بعض الصغائر لكن ما يعملش الصغائر الخسيسة. يعني يروح مثلا وهو بيشتري من الفكهاني، يقوم الفكهاني بيوزن يروح واخد برتقانة حاططها في جيبه. دي حاجات خسيسة كده ما تلاقش يعني، دي حاجة ما تصحش يعني. أو مثلا يروح للفكهاني يقول لك كيلو بكام ده؟ كذا. طب دوقني يدوق. طب وده بكام؟ كذا. طب دوقني. طب وده بكام؟ كذا. طب دوان ياكل بعد كله، وفي الاخر يقول طب اديني ربع كيلو منه وهو كل كيلو. دي ايه حاجات ايه تخرم المروءه، يعني يسموها خوارم مروءه عند ايه الفقهاء، يسموها خوارم المروءه. والعداله هي لغه الاستقامه والاعتدال، وعرفا ملك في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسه. زي ايه؟ كسرقه لقمه وتطفيف تمره والرداء للمباحه، يعني بعد ما وزن له كله تمام وبيعتها يروح واخد تمره حاططها في كيس. ما يصحش. يعني هتفرق ايه معاك التمره؟ فهمت ازاي؟ دي حاجات خسيسه. والرداء للمباحه برضه ما يعملهاش بالرغم انها رذيله ومباحه. زي مدغ اللبان مثلا. يمشي في الشارع كده يمضغ لبانه، طب ومدغ اللبان ده حرام؟ هي اللبانه نجزه؟ طه مفيش حاجه. ايه يعني ما يقعد يمضغ لبان كده؟ ما فيش حاجه. لكنها عند الناس في العرف ايه؟ ضد المروءه، ما يصحش، ده حتى ما يشتم واحد يقول له يا ابو لبان. كده برضه؟ يعتبروها شتيمه يعني، بالرغم انها مباحه. يبقى ما يعملش برضه الرذائل المباحه. خدت بالك ازاي؟ كالمشي حافيا او مكشوف الراس في بلد كل الرجاله مغطيين راسه. يقوم يمشي وهو عاري الراس كده. فهمت ازاي؟ يمكن احنا في زماننا ده لو مشي بالطربوش يبقى من خوارم المروءه، لان الناس هتزفك، هيفتكروه من اهل الكهف. واخد بالك؟ كان نايم بقاله 100 سنه ويا دوب طلع من القبر حط الطربوش وطلع. واخد فيبقى ايه بتختلف بقى خوارم المروءه دي تختلف من زمن لزمن. فهمتني ازاي؟ يعني في زمن ايام ما كان كل الناس معممين الرجاله، فلو مشي هو راسه عاري دي خوارم المروءه. دلوقتي
بقى لو مشي بعمامة او برأسه عاري مش من خوارم المروءة، يقول لك دي حرية شخصية، فما بديش تفرق بقى. فهمت بقى المسألة؟ او مكشوف الرأس، واكل غير سوقي في سوق. يلاقوه ماشي في الشارع، هو اصلا مش من اهل السوق، يعني مش من التجار وما عندوش محل فتح، لكنه ده من الناس العاديين ماشي في الشارع، يمص قصب ويرمي ويقزز لب ويتف في قفا اللي قدامه، واخد بالك؟ كده ما يصحش، واخد بالك؟ ده مش شغل الناس المحترمه، خدت بالك؟ او ماسك كيس سندوتش وقاعد ياكل، وهو راجل استاذ في الجامعه وما عندوش محل، او قاضي، او مثلا شيخ واعظ في مسجد، وتشوفه ماسك سندوتش كده وماشي في الشارع ياكل ويهز العمه وهو بياكل، اهلك انت حتى لوحدك تنتقده، صح ولا لا؟ لكن لما يبقى محله في السوق وقاعد بياكل عادي، ما هو بياكل في محله، الموضوع عمله. فهمت بقى المساله؟ بيديك امثله يعني لخوارم المروءه. واكل غير سوقي في سوق، والمراد بها بالنسبه للولي عدم الفسق. يجمعوها العلماء يقول لك ايه؟ يفعل ما لا يليق بزمانه ولا بمكانه. خدت بالك؟ يبقى أي حاجة يفعلها لا تليق بزمانه، لأن تختلف باختلاف العرف، أو مكانه يعني مكانته الاجتماعية، يبقى هنا بقى ما يليقش. يعني راجل دكتور مثلا محترم كده جراح، يلبس بنطلون جينز وتيشيرت زي الشباب اللي رايحين الجامعة، فهمت؟ طب ما هو اللبس ده ما هو جائز، ما فيهاش حاجة، بس ما يليقش بسنه ولا بوظيفته. هو عنده 60 سنة وراجل رئيس قسم ولا مدير مستشفى، فهمت ازاي؟ او استاذ في الجامعة، لابس بنطلون جينز وكوتشي وتي شيرت وبنص كم، وماسك سلسلة قاعد يعمل بيها كده ورايح المستشفى. الله، ده حتى الناس تبص له كده تقول لك ايه ده، في حين ان ابنه وهو بيعمل كده وهو رايح كليته محدش يعيب عليه، سنه كده ابنه. فهمت بقى المسألة؟ يبقى عشان كده ايه؟ يفعل ما لا يليق بزمانه ولا مكانه، مكان يعني مكانته. دي اسمها خوارم المروءة. خوارم المروءة. يبقى العدالة تنقسم إلى خوارم مروءة وفعل معاصي. خوارم مروءة من المباحات التي لا تليق بزمانه ولا مكان، ومعاصي كبائر وصغائر. صغائر لا يصر عليها ويمتنع عن الصغائر الخسيسة، والكبائر لا يفعل الكبيرة أصلا. يبقى دي لما تقسم العدالة تقسمها بالطريقة دي. يبقى العدالة تفكها حتتين، ديانة ومروءة. الديانة تفكها ثلاث حتت. تفك الديانة كبائر لا يفعلها. الصغائر تفكها حتتين، صغائر خسيسة لا يفعلها، صغائر غير خسيسة قد يفعلها ولكن لا يصر عليها. واضح بقى؟ نيجي بعد كده في المروءة، نعتبرها فعل مباح، فعل مباح لا يليق بزمانه ولا مكانه. فهمت ازاي؟ دي خوارم المروءة. يبقى المروءة بتتكلم في المباح، والديانة بتتكلم في الحرام، والاثنين يجتمعوا عشان يبقى الانسان عدل. فهمت بقى المسألة؟ دي نقطة مهمة، مبحث مهم تبقى ايه مرتبه في ذهنك. والمراد بها بالنسبة للولي عدم الفسق. يشترط بالنسبة للولي، احنا عايزينه بس يبقى مش فاسق، يعني لما تقول واخد بالك هتجوز بنت فلان، الناس ما يقولكش الراجل ده وحش، يعني مستور الحال، كفاية دي. فهمت بقى؟ فيشمل الواسطة، فالصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم تحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق، ومع ذلك يصح أن يكون وليا. وكذلك الكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب، فإنه يزوج في الحال. عشان كده احنا قلنا بنتوب الناس قبل عقد الزواج. فهمت ازاي؟ عشان نصحح ولاية الولي. الأذن؟ طب يلا أذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله منها في موضوع العدالة بالنسبة للولي، بيقول لك يكفي فيه أنه لا يكون فاسقا، يعني مستور الحال يكفي فيه، بخلاف الشهود يبقوا معلومي العدالة الشهود، لكن الولي يكفي فيه أنه يكون إيه عدم الفسق يعني. فيشمل الواسطة ابن الصبي ولا وكذلك الكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب، فإنه يزوج في الحال، لأن الشرط ولي في ولي النكاح عدم الفسق لا العدالة. العدالة شرط أعلى شوي، فكان يقول حق ويقول عدم الفسق وخلاص، لا العدالة المتقدمة، يعني ما اشترطش أن يبقى قبل كده، قبل لحظة العقد إيه عدل، يكفي فقط ان في لحظة العقد في لحظة العقد ان هو مش مشهور بايه بالفسق. واضح؟ وعشان كده احنا قلنا ان تملي الناس قبل العقد بيبدأوا بالاستغفار وبالتوبة وبقراءة الفاتحة، كل الحاجات العادات الحلوة دي كلها في عقود الزواج لايه؟ لتصحيح حال الولي والشهود. ويكفي بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين. ولذلك نقل الإمام الغزالي، يعني نيجي نقول مثلا حلق اللحية مثلا، عند الجماعة مثلا الوهابية والسلفية حلقة اللحية دي كبيرة من الكبائر، يبقى ده الولي ده ما ينفعش عندهم يبقى ولي في عقد النكاح، على مذهب مين؟ السلفية والوهابية. واضح؟
لانه ده يبقى ايه؟ فاسق. يعني لازم يستنى لحد ما دقنه تطلع عشان يحضر العقد. ده على مذهب مين؟ الوهابية. لكن عند باقي العلماء حلاقة اللحية تدور بين الحرمة كصغيرة وبين الكراهة فقط. فهمت ازاي؟ فيبقى حليق اللحية يبقى ليس فاسق على مذهب المعتدلين من المسلمين. فهمتني بقى ازاي؟ لو واحد معتدل من المسلمين كده ما يدقش مع ولي الزوج يقول له انت لا تتحلق ده، لا لا فاش روحوه ويخرب العقد. فهمت بقى المسألة غلط كده. ويكتفي بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين. ولذلك نقل الإمام والغزالي، الإمام هو إمام الحرمين الجوين، والغزالي الاتفاق على أن المستور يلي. ولذلك أيضا ينعقد النكاح بمستوري العدالة، بمستوري العدالة، ولو كان العاقد بهما الحاكم على المعتمد وهما المعروفان بها ظاهرا بسبب المخالطة من غير تزكية عند القاضي. يعني مش شرط حتى الشهود ان القاضي يزكيهم. كان زمان القاضي لما يتعين قاضي في اي بلد اول ما يروح البلد دي، كان زمان ايام الزمان الخير يعني، يجي القاضي المؤطم مثلا، يتعين قاضي في محكمة المؤطم الحي اللي احنا عايشين فيه، يوم يجي قاضي المؤطم ده يروح لايه؟ لشيخ حي المؤطم. شيخ حي المؤطم ده الكبير بتاع الحي اللي عارف كل الاسر اللي ساكنه واحوالهم، ده مريض وده عاجز وده بيشتغل ايه وده كده. فيروح لشيخ الحي او عمدة البلد كويس، يقول له ايه؟ مين الناس العدول اللي بتقبل شهادتهم عندك؟ هات لي اسمائهم، علشان لما يبقى عنده قضية ما يقبلش شهادة الا دول، انما الباقيين ممكن ايه تشتري شهادته، فالقاضي ما يقبلش شهادته. فهمت بقى؟ فعلشان كده القاضي بيبقى عنده اسماء الناس العدول المزكاة عنده، فما يشترطش بقى في الولاية هنا انه يبقى مزكى من القاضي. يعني القاضي ما يبقاش عنده بيان باسماء ايه الناس ويبقى هو اسم الولي ده من ضمن المذكورين عنده، لا ما يشترطش، يكفي انه مستور الحال. فهمت بقى المسألة؟ في العقد بقى في الشهود يعني في اوجه كتيره. عندنا كشافعيه يقول لك لازم يبقوا عدل قبل العقد، واخد بالك؟ ده عند الشافعيه. الباقيين كثير من المذاهب قال لك يكفي ان هم يبقوا مستوري الحال برضه، مش مشهورين بالايه؟ بالفسق. واضح؟ لكن عند الشافعيه تشددوا في الشهود اكتر من الولي، واخد بالك ازاي؟ عشان كده يستحسن في اي عقد زواج انك انت تعزم ناس للعقد، يعني يحضروا العقد ولو لم يكونوا هم الشهود اللي بيمضوا، يكفي بس ان هم قاعدين حاضرين العقد، دول يعدلوا العقد اللي قاعدين دول. وقيل هما اللذان لم يطلع لهما على مفسق، وعلى هذا فيكفي حضور شاهدين وإن لم يعرف بالمخالطة بأن يؤتى بهما من الطريق، والحال أنهما غير معروفين لأن ظاهر المسلمين العدالة. والفرق بين مستور العدالة حيث اكتفي بهما وبين مستور الإسلام أو الحرية حيث لم يكتفي بهما أن الإسلام والحرية يسهل الوقوف عليهما باطنا، سهلة خالص تعرف ده مسلم ولا مش مسلم، الوقت بالبطاقة الشخصية سهل، وريني بطاقتك تعرف انه مسلم. كان زمان سيدنا خالد لما يحب يعرف ده مسلم ولا مسلم يقول له اقرا الفتح. سيدنا خالد بن الوليد لما كان يجي في اثناء الحروب يعني ويلاقي واحد كده غريب قاعد في وسط صفوف المسلمين يخاف يعتبره عين من العيون، جاسوس لابس لبس المسلمين قاعد في وسط العسكر عشان يقول اخبارهم، فكان يجيبه يقول له اقرا الفتح. الثاني بقى ما يعرف يقول له فتح يعني ايه فتح؟ يروح ضارب رقبته على طول، يعرف على انه ده جاسوس، واخد بالك؟ يعني ايه يختبره يعني؟ انما الوقت بقى ايه بالهويه الشخصيه؟ تقول له وريني بطاقتك خلاص تعرف دينه ومكتوب في البطاقه. حيث لم يكتفي بهما ان الاسلام والحريه، الفرق بينهم ان الاسلام والحريه يسهل الوقوف عليهما باطنا
بخلاف العدالة فلا يسهل الاطلاع عليها باطنا. تحتاج تعاشره بقى، فهمت ازاي؟ عشان تعرف ده عدل ولا لا تحتاج تعيش معاه شهر اتنين تلاتة عشان تعرف الراجل ده راجل صالح ولا مش صالح، فدي صعبة. وبالتالي يكفي يبقى مستور الحال وخلاص عشان العقد يتم والجواز يتم بقى من باب التيسير لرفع الحرج، لأن جاء الشرع بالحث على الزواج، فهمت ازاي؟ فيبقى نمشيها بقى، مشي الايه الزواجة وما توقفش زي العقلة في الدور، خدت بالك؟ ما تخليش واحد سلفي يحضر العقد ويكون ولي الزوجة حالق لحيته، هيقلبها نكد، هيقلبها لك نكد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهمت؟ لكن لو ولي الزوجة مربي دقنه ما جراش حاجة، عزمه بقى بقلب جامد بقى، غير ما يهمكش. قوله فلا يكون الولي فاسقا وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين، فلا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين لأنه لا يثبت بهما ولا ينعقد بولي فاسق أي بأي نوع من أنواع المحرمات كشرب الخمر والسرقة والزنا وترك الصلاة وإخراج عن وقتها. طب والتدخين؟ عايز مبحث، عايز مبحث، واخد بالك؟ لأن التدخين حرام في نص دار الإفتاء، فلو عرفت أن ولي الزوجة مدخن هل ده يبقى مصر على صغيرة فيبقى مش عدل ولا لا؟ تحتاج مبحث حديث، يبقى المفروض الفقهاء اليومين دول يبحثوا لنا فيها، لأن هي من حيث ظاهر الأمر تخرم عدالته، لأن التدخين حرام والمدخن مصر عليه لأنه مداوم عليه، واضح؟ فهل ده يسقط عدالته؟ وبالتالي يبقى إمامته مكروهة في الصلاة وولايته لا تصح في عقد الزواج، ولا لأنه زاع وانتشر، واخد بالك؟ فلعموم البلوى يعفى عنه مؤقتا لتصح العقود، عايزه مبحث، فهمت ازاي؟ يبقى الحته دي محتاجه مبحث في المساله دي، تحطها عندك وتبعت لدار الافتاء شوفوا يجاوبوك يقولوا لك ايه حديثا، فهمت ازاي؟ هل هيقص هيقول لك لا لا تؤثر في الولايه بناء على عموم البلوى، واخد بالك ازاي؟ ولتيسير العقود ولتصحيحها، فيبقى معلش تجاوز عن هذه المسألة، ولا هيقول لك لا ويقف زي الايه؟ زي العقدة في المنشار ويقول لك لا امنع العقد لحد ما الولي يبطل العقد النكاح انا بعمل ايه لما بحضر عقد نكاح لولي مدخن؟ بعمل ايه؟ طب اللي اقول للناس الفتح، طبيعة المسلمين لو بيدخن يرمي السيجارة ويقرا الفتح، يبقى توقف عن التدخين، ويقول لهم قولوا استغفر الله، استغفر الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، يبقى تاب، نعمل العقد، خلص العقد يولع سيجارة، ماليش دعوة بقى، المهم العقد بقى صحيح، واخد بالك؟ أنا بعمل كده والله مؤقتا لحين ما يحلوا لنا المشكلة دي. ولا ينعقد بولي فاسق بأي نوع من أنواع المحرمات كشرب الخمر والسرقة والزنا وترك الصلاة وإخراجها عن وقتها سواء أعلن بفسقه أم لا، وتحط بين قوسين وهل التدخين يدخل مثال أم لا، سؤال قابل للبحث، فهمت إزاي؟ لحديث لا نكاح إلا بولي مرشد، حديث كده عن النبي خد بيه الامام الشافعي، عشان كده اشترط العداله هنا الامام الشافعي بالحديث ده، قال لا نكاح الا بولي مرشد يعني راشد يعني عادل، فهمت؟ قال الشافعي رضي الله عنه والمراد بالمرشد العدل اي غير الفاسق، وهذا في غير الامام الاعظم، الامام الاعظم اللي هو الخليفه يعني اللي هو غير موجود الان، اما هو فلا يضر فسقه لأنه لا ينعزل به، لا ينعزل به ليه؟ لأن عزله بفسقه يؤدي إلى فتنة أشد وتفرق المسلمين وتجرذمهم وإراقة الدماء، وكل فريق يبقى له أنصار وده يقاتل ده، وهذا يؤدي إلى طمع أعداء الإسلام في المسلمين حيث انشغلوا بأنفسهم
فيأتوا على الإسلام يجتاحوا بلاد المسلمين على حين غرة، وبالتالي من باب ارتكاب أخف الضررين. يبقى حاكم فاسق ولا نعزله بفسق ونختلف؟ يقول لك لا، ده الفرقة أشد ضررا من فسق الحاكم. واضح؟ عشان كده حتى الحكاية دي موجودة جوه القرآن وانت مش واخد بالك، جوه القرآن القاعدة دي من جوه، وأقرر فيها، وده كان اجتهاد الأنبياء. سيدنا هارون، سيدنا هارون سيدنا موسى أخلفه على قومه كويس، وذهب لميقات ربه 40 يوما حتى يكلم رب بني إسرائيل. سيدنا هارون كان رجل طيب بالجانب، محبوب من كتر ما بيحبوه، متعودين عليه ما بيهبوهوش، مش زي سيدنا موسى يخافوا منه أول ما يقولوا موسى جاي كل يعمل كده، إنما هارون عادي كلها مفيش مشكلة، لأن هارون حبوب ومتربي معاهم واخد بالك، وكان إيه خافض جناحه ليهم. فأول ما مشي سيدنا موسى، هارون بقى هو الزعيم، زعيم حبوب يحبوه، هم نفسهم يعبدوا عجل، عبدوا عجل براحتهم، قال لك لا مش عامل لنا حاجة، ده راجل طيب. سيدنا هارون نصحهم مرة واثنين وثلاثة مفيش فايدة. قام عمل ايه سيدنا هارون؟ سابهم لحد ما يجي موسى، لأنه لو كان شد عليهم هيفرقهم. قال له ايه؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. دول وقعوا في الشرك، يعني الشرك أخف من الفرقة. شفت الفقه ده؟ ده فقه مخفي جوه القرآن، طلعه انت بقى وقف. اذا كان الشرك واقره سيدنا موسى كده برضه، قال رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك، يبقى اقره على تفكيره صح ولا لا، وقبل عذره. ثم واجه قضية الايه العجل بنفسه سيدنا موسى حتى انتهت. واضح؟ يبقى الفرقة اشد من الشرك. شوف قد ايه بقى، فما بالك ما ليس ما هو أدنى من الشرك من المعاصي. هذه الحكم غير موجودة في العصر الحديث، واضح؟ ولو قلتها يقولك عليك من الفلول، مش ده اللي بيحصل على طول؟ لو جيت قلتها يقولك شوف علماء السلطة للفلول. طب خليك انت عم، كل انت فلول وطعمي براحتك، واخد بالك؟ لكن الدين لا يحب إراقة الدماء، ولا يحب الاختلاف، ولا يحب الفرقة، ولا يحب الشتم والسب، ويبقى ايه الناس شيعة. عايزين نبقى يد واحدة على من سوانا، خدت بالك؟ فناخد بالنا من الحاجات البسيطة اللطيفة دي، وكلنا بنقرأ القرآن وناخدش بالنا من الحكم دي، صح؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قول. أم قال إيه؟ رب اغفر لي ولأخي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال له كده دي اعذاره ان هو يعني لين الجانب عليهم، وهم طمعوا في حلمه، وان هو خاف يفرقهم، وانت جاي بعد فتره بسيطه. يبقى معنى كده انه قبل 40 يوم يعبدوا العجل، ان هو يبقى يقبل بالشرك يبقى كافر؟ ده نبي، هتكفر نبي؟ هو علشان قبل هذا مقابل درء مفسده اعم، يبقى قبل هذه المفسده؟ لا، ما قبلش هذه المفسدة، ولكن اختار أخف الضررين، زي زيارة الدكتور علي جوم علي القدس، اختار أخف الضررين في نظره. قال إننا لما نهجر زيارة المقدس، بيت المقدس تماما على مدى سنوات طويلة، ده يتيح الفرصة لليهود يغيروا معالم المسجد الأقصى وهيهدوه ويعملوا فيه اللي يعمل، ويتناسى المسلمون حقهم في هذا المكان. ولكن لو زرناه وبقى لنا رجل فيه، يهابوا ان هم يغيروا معالم المسجد الاقصى، وان احنا جربنا المقاطعة على مدى 40 عاما فلم تؤدي شيء، فلنجرب شيء اخر ربما يؤدي لشيء، نحرك المياه الراكدة. جربنا 40 عاما قبل المقاطعة، منذ 40 عاما كان عدد المقدسيين بالنسبة للسكان الاصليين من 10 لـ5% او من 5 لـ10% من 40 سنة،
طب بعد المقاطعة الآن عدد المقدسيين بالنسبة للسكان الأصليين اللي هم غير مقدسيين 1%. يعني لو استمرنا كمان مقاطعين كمان 20 سنة مش هيبقى في القدس واحد مسلم، هيبقى كلهم يهود. فهمت بقى المسألة؟ يبقى نقدم أي المصلحتين، مفيش مسلم أصلا يقبل الاحتلال ولا يوالي اليهود، دي مسلمة بين جميع المسلمين مهما اختلفوا في الفروع، صح ولا لا؟ لكن في وجهات نظر، هل ده الأنسب الآن إن أنا أزور وحافظ على ما بقي من معالم وأقوي السكان بدل ما يهجروا البلاد دي بسبب الاستضعاف، ولا الأولى إن أنا أستمر على المقاطعة؟ المسلمين كتير، خلي أغلبهم يقاطع وبعضهم يزور ولا نخون بعضنا البعض، بس بسيطة يعني، بسيطة ممكن يمشي حكاية كده. لكن لا، لا يقبلوا الرأي الآخر ولا يقبلوا وجهة النظر الأخرى، ويدرأوا المصلحة بإيه؟ بالمصلحة الأقل، ويدرأوا المفسدة الكبيرة يدرؤوها، يدرأوا المفسدة الصغيرة بالمفسدة الأكبر. ده ما بقاش في فقه بقى، ما بقاش في بصيرة، ده ما بقوش بيدعو على الله على بصيرة بقى، ده بقى هوى، أهواء في النفوس. طب ما النبي قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، وكان المسجد لما قال الحديث ده كان تبع الرومان محتلين، وبالرغم من كده كان الناس الصحابة تروح تزور حتى قبل فتح بيت المقدس. خلافة سيدنا عمر كانت الصحابة تروح تزور بيت المقدس وتحت الاحتلال الروماني، معنى كده ان احنا كنا قابلين، والصليبيين احتلوا الارض المقدسة دي 450 سنة، والمسلمين يزوروا المسجد الاقصى برضه لحد ما جاء صلاح الدين بعد 450 سنة حرر بيت المقدس. ما امتنعش المسلمون ابدا في اي مرحلة من مراحلهم من زيارة البيت المسجد الاقصى ابدا، الا في المعاصر الحديث بقالنا 40 سنة ماشيين على مذهب مين؟ مذهب الاعلاميين والسياسيين والبابا شنودة. وانت عارف ان المسجد الاقصى اللي ضيعه السياسيين وفساد السياسيين مش فساد المتدينين، فهي السياسة اللي افسدته. فلازم نراجع مرة انفسنا ونرجع نقرأ القرآن تاني ونشوف ازاي ان الانبياء كان اجتهادهم يختلف، وبالرغم من كده يفضلوا انبياء برضه، وان يجتهدوا في الفروع ويختلفوا يفضلوا انبياء برضه. سيدنا داود يجتهد في قضية وسيدنا سليمان في نفس القضية يجتهد بحكم اخر، ويفضل داود نبي ويفضل سليمان نبي، واخد بالك؟ يقول ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلم. فين بقى المعاني دي كلها؟ عشان كده تعرف بقى ان الناس دلوقتي في هذا الزمان كثير منهم يقرا القران لا يجاوز طرقيه، ما عندوش فهم في القران، وبقت اعجابه كل ذي راي برايه، واخد بالك؟ والشح المطاع والهوى المتبع زي ما النبي وصف حالنا كده. فلازم نخرج من هذه الازمه اللي احنا فيها، ونعذر بعضنا البعض في الامور الخلافيه، ولا نفسق بعضنا البعض على امور قد يختلف وجهات النظر فيها. قد يكون المقاطع له ثواب في المقاطعة، وقد يكون الزائر له ثواب في الزيارة، كل على نيته. واضح؟ ايه؟ قلنا في خطبة الجمعة الماضية ونزلوه على اليوتيوب، خطبة الجمعة الماضية ونزلوه على اليوتيوب، واسمها سميناها ايه؟ نزلتوه على اليوتيوب ولا نازلت على اليوتيوب؟ سميناها سوء الظن فساد ذات البين، كان عنوان خطبة الجمعة اللي فاتت. احنا مش بنروج لإحدى الفكرتين على فكرة، انا لا اروج لا للزيارة ولا للمقاطعة، انا لا اروج لأي فكرة من الفكرتين، ولكن اروج فقط بحسن الظن في المسلمين جميعا، في الذي يحب ان يزور والذي يريد ان يقاطع، لان هذا يزور لتثبيت المسلمين والمحافظة على معالم الإسلام في هذه البلاد بهذه النية ويأخذ ثواب العبادة هناك، والآخر يمتنع مخافة أن يعتبر اليهود أن هذا تطبيع وموافقة ضمنية على بقائهم في هذه البلاد، فده يساب على هذه النية وهذا يساب على هذه النية، ونفضل إخوة متحبين، وإحنا الحمد لله عددنا كتير، ملايين تمتنع وملايين تزور لحد ما ربنا يعفو عنا ويبعث لنا من يحرر هذه الأماكن المقدسة من قيادة راشدة
ومن جيوش مخلصة، لأن ما فيش قيادة راشدة ولا في جيوش مخلصة للدعوة للإسلام. الوقت الجيوش مخلصة لنظم حكم وليس للإسلام كإسلام. هذه المشكلة، ربنا ينجينا. وجهة نظرك كده ما يجراش حاجة، روح انت زور، اسمعني بس، ما يجراش حاجة يا سيدي، روح انت زور. انت شايف ان كده ان الامتناع ده مصلحة لليهود اكتر، فانا عايز ابقى ضد مصلحتهم فاروح ازور عشان اثبت حقي. عوام المسلمين يقول لك ايه؟ مسمار جوح. فلنجعل سفرنا الى هذه الاماكن مسمار جوحة، ان ما زال لنا حق في هذه البلاد. واوعى ايه تفرطوا فيها. وجهة نظر لطيفة. وجهة نظر تانية قد لا اكون موافقا فيها، لكن اعذر من يتبناها، لكن لا اعذر ان الذي تبنى فكرة يعيب الذي تبنى الفكرة الاخرى. ليه؟ لان لا تسيء الظن باخوك المسلم. سوء الظن بالمسلم كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وفساد ذات البين. والرسول يقول على فساد البين انها الحالقة. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أي كده النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بيقول لك ايه الامام الشافعي بيقول لا نكاح الا بولين مرشد. قال الشافعي رضي الله عنه والمراد بالمرشد العدل اي غير الفاسق، وهذا في غير الامام الاعظم. اما هو فلا يضر فسقه. شفت بقى ليه؟ زي الكلام اللي احنا قلناه ده كله. راجع بقى الكلام اللي قلناه ده، لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، ومحل ذلك إن لم يكن لهن ولي غيره وإلا قدم، لأن الولاية الخاصة مقدمة على العامة. ولو كان الولي فاسقا وكان بحيث لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق زوج الحاكم الفاسق، لأنه يزوج مع فسقه بخلاف الولي الفاسق، خلافا لما أفتى به الغزالي من أنه لا تنتقل الولاية بل يزوج الفاسق حينئذ. قال ولا سبيل إلى الفتوى بغيره، لأن الفسق قد عم العباد والبلاد. والأوجه الأول لأن الحاكم لا ينعزل بالفسق بل ينفذ حكمه للضرورة، أما الولي ينعزل بالفسق. فهمت المسألة؟ واستثنى المصنف من ذلك أي المذكور من شرط الإسلام والعدالة ما تضمنه قوله أي من أن الكافر يلي الكافرة. يعني ممكن يبقى الولي كافر في زواج الكافرة. أب مسيحي بيجوز بنته المسيحية خليه ولي، بيزوج بنته المسيحية المسلم خليه ولي. فهمت بقى إزاي؟ يستثنى بقى. وهذا مستثنى من شرط الإسلام في الولي. ومن أن السيد الفاسق يزوج أمته. السيد الفاسق اللي هو ايه؟ مالك الأمة. الأمة دي رقيق، فسيدها اللي هو مالكها له أن يزوجها مع فسقه، لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية. يزوج هنا بالملك لا بالولاية، خدت بالك؟ وهذا مستثنى من شرط العدالة في الولي، لكن استثناء سوري مكتوب عندك ايه؟ هذه؟ أنا عندي ممسوحة خالص. اثناء هذه سوري، هذه الصورة يعني، لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية، فما ينفعش تبقى مستثنى. يعني دي صورة بس لكن مش في الحقيقة. قوله لأنه إلا أنه أي الحال والشأن لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، أي لأن الكافر يلي الكافرة ولو اختلفت ملتهما. احنا عندنا في باب الإرث قلنا إن من موانع الإرث اختلاف الدين، مش كده؟ بره من موانع الإرث اختلاف الدين. طيب هل بقى كل ملة دين شكل، ولا كل ما هو خلاف الإسلام ملة واحدة كفر واحد؟ مذهبان. الشافعية قالوا أن كل الكفر ملة واحدة. فهمت إزاي؟ فالمسيحي يورث اليهودية واليهودي يورث البوذي، لأن كل ملة للكفر ملة واحدة. ده مذهب الشافعية. مذهب الأحناف ومن وافقهم أن الكفر ملل متعددة، فالمسيحي لا يرث اليهودية ولا اليهودي يرث البوذية، ولا بد أن يتفقوا في الملة. واضح؟ يبقى فيها مذهبان. مذهب الشافعية الكفر كله ملة واحدة، وتعريف الكفر كل ما خالف الإسلام. واضح؟
فهنا بيقول لك ايه؟ ولو اختلفت ملتهما، لان الكافر يلي الكافرة ولو اختلفت ملتهما، بناء على ايه؟ على ان الكفر كله ملة واحد. ادي المسألة هنا، ده مذهب الشافعية كده. لو قريت في كتب الاحناف تلاقيها فيها مسألة مختلفة، لان عندهم كل ملة كفر شكل، واخد بالك؟ فيزوج اليهودي النصرانية او بالعكس كالارث، زي في الارث برضه احنا مشينا على ان الكفر كله ملة واحد، واضح؟ وقضية التشبيه بالارث انه لا ولاية لحربي على ذمي، يعني الحربي اللي هو احنا الكفار بالنسبة للمسلمين ثلاث انواع، الكفار بالنسبة للمسلمين من حيث السياسة لا من حيث الديانة، فمن حيث الديانة كل الكفر واحد وكل ما خالف الاسلام ده من حيث الديانة. طب ومن حيث السياسة العلاقات السياسية ينقسم الكفار الى ثلاثة انواع عند المسلمين، كافر معاهد يعني عايش في بلد وبيننا وبينه عهود فنوفي بالعهود ولا نعتدي عليه طالما لا يعتدي عليه، كويس؟ ده المعاهد الاول. كافر مستأمن يعني عايش في وسطنا لكنه واخد عقد امان، عقد ذمة بيدفع جزية او مواطنة في العصر الحديث، او معاه فيزا تأشيرة سياحة مرور وخروج زي السياح او اقامة، ده اسمه مستأمن، واضح؟ والنوع الثالث حربي يعني بيحاربنا، خدت بالك؟ يبقى الكافر الحربي ده ما ينفعش يبقى ولي، واضح خالص، لكن المعاهد والمستأمن ينفع يبقى ولي، واضح؟ والتشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمية، وبالعكس وهو كذلك والمستأمن كالذمي كما صححه البلقيني. طبعا في العصر الحديث يقول والمواطنة، بقى في عقد جديد سياسي يقره الإسلام أيضا وهو عقد المواطنة، وإن كان ليس معمولا به في عصر النبي إلا أنه ليس منهيا عنه، واضح؟ إن يجي لك غير المسلم يقول لك أنا مش هدفع جزية، الجزية دي كان بيدفعها مقابل إيه؟ مقابل حماية، إنه نحميه وندافع عنه ونؤمنه في أمواله، ومقابل ذلك ما يبقاش جندي في الجيش عشان ما يعرضش نفسه للموت، فبيدفع هذا المبلغ مقابل حماية حتى لا يدخل في الجيش ولا يبقى جندي ولا يحضر حروب معانا، كويس؟ ادي اصلا عقد الذمة، كويس؟ دلوقتي قال لك خلاص انا مش عايز ادفع عقد ذمة لان انتوا عرضتوها عليا ان الذمة دي اذلال وانا ما احبش الذل، قلنا له ده مش اذلال، لأن أذلة وهم صاغرون، أذلة يعني مذللين منقادين لحكم الإسلام، مش أذلة يعني من الذل، أذلة من التذليل أي منقاد لحكم الإسلام، يعني ماشي تحت إيه؟ تحت سلطة القانون. أدي معنى زي ما ربنا بيقول كده للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة يعني مذللين منقادين، مش أذلة من الذل، ده أذلة من التذليل والانقياد. فربنا قال في المسلمين في المؤمنين أذل على المؤمنين، وقال الثانية هنا إيه؟ حتى يقتل جدًا عن يد وهم صاغرون، يوم يقول لك أذلاء في التفسير، أذلاء يفتكروها من الذل، من الذل وهي من التذليل والانقياد، لكن المسلمين في العصر الحديث عرضوا دينهم غلط على غير المسلمين، فأخطأوا العبارة، ففهموا غير المسلمين إن الجزية تعدل الذل والمذلة والخزي والعار. فليجي تقول له تدفع جزية يقول لك لا يأنف، فهمت بقى المسألة؟ خلاص ما تدفعش الجزية بس تخش الجيش، فبقوم يخشوا الجيش ويخش الشرطة ويخش الشرطة، واضح الكلام؟ يبقى اسمه عقد مواطنة بقى صار مواطنا مستأمنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وله أن يدخل في الجيش ويتولى المناصب وغير كل عادي، خلاص ما فيش مشكلة، والإسلام لا يمنع مثل هذه العقود على فكرة، واضح؟ يبقى نشوف هنا ايه والمستأمن، انت تحط هنا بقى ايه؟ طبعا ده كتاب مكتوب من 200 سنة 300 سنة، لما تقرأ انت في العصر بتاعنا تحط زيادة ايه؟ والمواطن، المواطن غير المسلم في البلد المسلم، عشان يدخل بقى ايه؟ عقد المواطنة اللي هو عقد الجديد اللي هو ما كانش موجود ايام الفقهاء اللي بيكتبوا الكتب دي.
كالذم كما صححه البلقيني، ومحل ذلك إن كان عدلا في دينه بأن لم يرتكب محرما مفسقا في اعتقاده. يعني تصح ولاية الكافر على الكافرة إن كان عدلا في نظر أهل ديانته، لكن لما يبقى فاسق فعند أهل ديانته. يعني هو مسيحي وتسأل عليه المسيحيين يقول لك ده راجل مجرم سكير، ده قليل الأدب. الله، ده ما ينفعش يبقى عدل حتى أهل ديانته مش قابلينه، فهمت ازاي؟ يبقى ده ما ينفعش ولايته حتى لتزويج بنته. يبقى لازم يكون في الحالة دي عدل عند أهل ديانته غير مشهورا بالفسق عندهم، واضح؟ ومحل ذلك أن يكون عدلا في دينه بأن لم يرتكب محرما مفسقا في اعتقاده. فإن لم يكن عدلا في دينه بأن ارتكب المحرم المذكور لم يلي الكافر، لأن الفاسق عندهم كالفاسق عندنا. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين تزويج الكافر لكافرة وتزويجها لمسلم، يعني لا فرق أن يزوج بنته المسلم أو يزوج بنته الكافر، طالما هو عدل في نظر دينه فينفع. يبقى ولي زوجتك الكتابية هو أبوها الكتاب، واخد بالك إزاي؟ ما فيش مشكلة طالما هو عدل في دينه. وهو كذلك، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم. ما ينفعش بقى المسلم يجي القاضي اللي هو حاكمهم، دليل ان احنا ممكن يبقى عندنا قضاء منفصل لغير المسلمين، لا بأس لو طلبوا بهذا نديهم، مش مشكلة عندنا نعمل قضاء خاص بالأحوال الشخصية متعلق بغير المسلمين، يقضوا قضاياهم على خلاف ما نقضي نحن بمقتضى ديننا، لا نلزمه بمقتضى ديننا في الأحوال الشخصية، لا بأس، مفيش إشكال عندنا، عشان تبقى دولة مدنية ما يجراش حاجة، لأن الإسلام أصلا دولته مدنية وليست دينية. الدولة الدينية عند المسلمين لا تكون إلا إذا كان حاكمهم معصوم، والحاكم المعصوم هو النبي مات، يبقى ما بعد النبي كله دولة مدنية لحد ما ينزل سيدنا عيسى ابن مريم، ترجع دولة دينية في آخر الزمان، لأن ده نبي، فهمت بقى؟ بين البنين، بين وفاة النبي وبين نزول عيسى ابن مريم، الحكم في الإسلام مدني، تراعي الأقليات وتراعي الديانات الأخرى وتراعي مثل هذه الأشياء. واللي يقول غير كده يبقى مش فاهم الإسلام، يرجع تاني يقعد يقرأ الإسلام بقى على المشايخ ويفهمه، عشان بيعمل شوشرة ومضيع وقت الناس. لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، وهذا في الكافر الأصلي. الكافر الأصلي اللي هو إيه؟ يعني لم يسبق له الدخول للإسلام ثم ارتد. الكافر الأصلي اللي هو فضل على دينه غير الإسلام ما غيروش، ده اسمه كافر أصلي، واخد بالك؟ بس بتفتكر في كافر أصلي وكافر تايواني يعني، واخد بالك؟ لا، الأصلي اللي هو فضل كافر على طول، والمرتد علشان يخالف بين، لأن المرتد كافر برضه بس مش أصلي. وهذا في الكافر الأصلي. أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا على كافرة ولا على مرتدة، لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره. يبقى الجماعة الايه اللي هم البهائية اللي ظهروا جديد، دول مرتدين، ما ينفعش فيهم ولاد، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى يدخل فيهم البهائيين والإسماعيليين والباطنيين، وقول بقى زي ما انت عايز، فهمت؟ دول يدخلوا لأن دول مرتدين، ما تنفعش ولايته. لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره. وفرقوا بين ولاية الكافر على الكافرة وشهادته حيث لا تقبل ولو في نكاح كافرة، بأن الشهادة محض ولاية على الغير وليس الكافر أهلا له. يعني قال لك احنا قايلين في الشهادة ما ينفعش شهود كفار، لكن في الولاية ممكن ولاية الكافر على الكافرة ولو كان الزواج لمسلم. طب ليه في الشهادة قلنا ما ينفعش الكافر بأي صورة لكن في الولاية ينفع الكافر في بعض الصور؟ هذه المسألة اللي بيقول لك الفرق ايه؟ بأن الشهادة محض ولاية على الغير، محض ولاية على الغير وليس الكافر أهلا لها. الرسول بيقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والشهادة محض ولاية، خدت بالك؟ والولي كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه في دفع العار عن النسب، لكن الوالي الثاني الولي ده بيراعي حظ بنته، فهو حريص على حظ بنته وعلى ايه، وبالتالي
حرص وشفقته على بنته صححت ولايته لها. أما الشهادة فهي محض ولاية فقط وليس فيها مراعاة مصلحة، فهمت؟ وبالتالي طالما هي الولاية الشهادة محض ولاية بغير مراعاة المصلحة فيبقى نتشدد فيها، يبقى لازم يبقى مسلم. أما الولاية فهي فيها مراعاة المصلحة في الوالي بقى، مراعاة المصلحة مع وجود الولاية، فمراعاة المصلحة مع وجود الولاية توفرت في إيه؟ في ولي الكافرة، لأنه هو لوجود شفقة الأب على بنته، أو شفقة الأخ على أخته، أو شفقة الجد على حفيدته، وبالتالي نصححها لوجود قرينة الشفقة. واضح؟ قول: ولا يفتقر نكاح الأمة على إلى عدالة السيد، أي لأنه يزوجها بالملك. ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، برضو الأمة الرقيق يعني، لا يفتقر إلى عدالة سيدها لأنه بيجوزها بالملك لا بالولاية حتى يحتاج إلى عدالة. وقوله: فيجوز أن يكون فاسقا، أي فيجوز أن يكون السيد في نكاح الأمة فاسقا، ولا فرق في تزويجها لعبد وتزويجها لحر بشرطه. وكذلك يجوز كونه رقيقا مكاتبا أو مبعضا أو كافرا في كافرة، كل الكلام ده قلناه قبل كده. فاقتصار الشارح على الفاسق إنما هو بالنظر لتعبير المصنف بالعدالة. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شهيدي النكاح، اللي هو الإسلام والبلوغ والعدل والعدالة، كل ده زي ما قلنا دول يشترطوا في الولي، يشترطوا برضو في شهود عقد النكاح، أي كما هو صريح في كلام المصنف. فيشترط فيهما الإسلام، فلا يصح النكاح بشهيدين كافرين ولو في نكاح الكافرة، والبلوغ فلا يصح النكاح بشهيدين صغيرين، والعقل فلا يصح النكاح بشهيدين مجنونين، والحرية فلا يصح النكاح بشهيدين رقيقين، والذكورة فلا يصح النكاح بشهادة امرأتين ولا خنثيين، والعدالة فلا يصح النكاح بشاهدين فاسقين، وقد تقدم التدبي على ذلك مفرقة. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح، العمى بقى لا يقدح في الولاية في الأصح، لأن في وجه تاني مقابل الأصح أنه لا يقدح في الولاية. واضح؟ يبقى في وجهين في موضوع العمى، أي فلا يقدح في ولاية التزويج على الأصح وهو المعتمد لحصول المقصود بالبحث والسماع، وهذا بالنسبة لصحة العقد منه. لكنه إذا عقد بمعين، عقد بمعين يعني عقد على مهر معين، يقول له مثلا إيه: زوجتك ابنتي على أن تعطيها هذه السيارة مهرا. طب هذه السيارة أنت مش شايفها، فهمت؟ ده معين، يبقى ما ينفعش. طب لو عقد هو على معين صح العقد وتاخد مهر المثل، فهمت بقى ازاي؟ لان هو مش شايف المعين. واضح الكلام؟ لكنه اذا عقد بمعين لغى المسمى ووجب مهر المثل، ويوكل في قبض المهر من الزوج واقباضه للزوجة. ولا يجوز للقاضي تفويض ولاية العقود للأعمى، لأنه نوع من القضاء كما في شرح الرمل. يعني ما ينفعش يبقى في مأذون أعمى، يبقى لما تقدم على المأذونية يشترط أن يكون مبصرا، لأن المأذون ده مفوض من الحاكم أن يحضر عقود الزواج، فلا بد أن يكون سليم الحواس. واضح؟ فما ينفعش يبقى أخرس ولا أعمى ولا أطرش، لأنه هيقيم عقد الزواج. والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.